المرة الأولى حمل إيريك جيرتس على الأعناق وفوق الأكتاف هنا المدرب البلجيكي إيريك جيرتس. إذن بطولة أولى للمغرب في سجل بطولات كأس العرب. نعم شايف ينهي الأمور تماما إسماعيل معلم أو بن معلم ينهي الأمور تماما ويحقق اللقب الأول للمغرب وفرحة ما بعدها فرحة. المغرب بطلا لكأس العرب، مبروك للمغرب، هارد لك لليبيا الذي أبلى بلاء حسنا المنتخب الليبي في هذه المباراة. نعم لكن انتهت بطولة كأس العرب وانتهى التجمع العربي الرائع ببطولة مغربية على حساب الأشقاء الليبيين. إذن ما حدث في هذه المباراة في الوقت الأصلي مع الزميل أحمد شوكة لنعايش مع حضراتكم الأحداث بعد ذلك مع لحظات التتويج. تفضل زميلي أحمد، الكلمة إليك الآن. مبروك لأسود الأطلسي المنتخب المغربي، توج بكأس البطولة التاسعة في هذه المباراة المثيرة بالنسبة للمنتخبين المغربي وأيضا الليبي. بالفعل شكرا للمنتخب الليبي على هذا الأداء الجميل، وأيضا ضربات ترجيحية لم يوفق فيها لاعبي المنتخب الليبي، المنتخب المغربي أيضا من خلال إثارته في الشوط الثاني أو مجمل مجريات المباراة وأيضا في الضربات الترجيحية. أيضا المنتخب المغربي يتوج نفسه مع هذا المدرب البلجيكي إيريك جيرتس، بالفعل بطولة تحسب لهذا المدرب وأيضا هنا أفضل لاعب للاعب الليبي أحمد سعد لاعب المغرب. كابتن فهد خميس نبارك للجماهير المغربية وأيضا الكرة المغربية على هذا الفوز. طبعا نقول مبروك المنتخب المغربي صراحة، يعني عطفا على أدائك البطولة بشكل عام صراحة يستحق البطولة لأن أدى مباراة كبيرة. طبعا اليوم كان ايضا امام فريق ايضا نقول له ايضا مبروك قبل نقول له هارد لك. طبعا ايضا المنتخب الليبي قدم مباراه كبيره صراحه، وال يعني الجهد وال يعني والقتال استمر لين ضربات الجزاء، مثل ما عارفين احنا ضربات جزاء هي طبعا ضربات حظ. افضل لاعب في البطوله ايضا ياسين الصالحي، طبعا يستاهل في البطوله، يستاهل صالحي طبعا على المجهود وعلى الاهداف اللي سجلها. نعم. كان اضافه